720 قرش اللي هي 1973، برضه فضه عيار 720. البنك الاهلي المصري برضه كذلك، الوزن بتاع 6 جرام، عدد الصك منها 100,000 قطعه. 100,000 قطعه دي تعمل من ممكن 200 جنيه و300 جنيه توصل، ده انا بقول حد ادنى وسط واعلى، وتوصل ممكن 400 جنيه وازيد من كده لو هي بحاله الانصر وحسب حاله العمله وحسب السوق والطلب والكلام ده كله، ممكن تعمل اكتر من كده بكتير لو معاك هي بحاله جيده جدا، تعمل فلوس كتير يا جماعه. والهواه بالذات بيخطوه، تعرض عملتك وهتلاقي عندك الخمسة قروش. خمسة قروش دي 1973، سوق القاهرة الدولي دي من النحاس والنيكل، الوزن بتاعها 4.5 جرام، عدد الصك منها 500,000 قطعة، ودي تعمل من 100 جنيه ممكن تعمل 100 جنيه وتعمل 150 جنيه ممكن توصل 200 جنيه وازيد من كده لو هي بحالة الأنصر وبحالة جيدة جدا وحسب السوق والطلب برضو. احنا قلنا الأسعار تزيد 20 تقل 20%، ده شيء عارض، والعملة تغلى تقل، ده يوم عن يوم وحسب السوق والطلب وحسب العرض وحسب اللي بيطلب وحسب الكلام ده كله، المفروض تعرف كده. بس تعرف عملتك حلو ووصفها حلو وصورها حلو كويس تجيب سعر، انما انت اي كلام فمش هتعمل فلوس. الخمسه قروش 1973 البنك الاهلي المصري العيد المسي بداعي مين؟ النحاس والنيل. خمسه قروش دي من النحاس والنيل، الوزن بتاعها 4.5 جرام، عدد الصك منها مليون قطعه. مليون قطعه دي تعمل من ممكن 100 جنيه وتوصل 130 جنيه وتوصل حوالي 180 جنيه وتوصل ازيد من كده، انت وحظك وانت واللي بيبيع واللي بيشتري والكلام ده، العمله معاك انت حر، عملتك كلها حر. انا اتمنى انك تباع ب 1000 جنيه. طبعا تزداد حسب حاله العمله وحسب الانصر بتاعها والسوق والطلب والكلام ده كله، تجيب اكتر من كده. عندك ال 10 مليم اللي هي 1973 صقر قريش، صقر قريش من النحاس. ديت ومنها في الامونيا برضه، الوزن بتاعها 3.2 جرام وتعمل من حوالي 15 جنيه و20 جنيه، انا بقول لك على الاسعار بالظبط عشان ما حدش يتكلم. يعني بتعمل من 20 جنيه وال 20 جنيه وتوصل ممكن يعني معروضه على المواقع ب 60 جنيه و70 جنيه ومعروضه برضه ب 80 جنيه، وفي منها من الالومنيا دي تعمل فلوس كتير وتعمل الوفات طبعا، انتوا عارفين الكلام ده كله. في ال 5 مليم اللي هي 1973 عام المرأه، اللي هو عام المرأه. ده من النحاس والوزن بتاعها 2 جرام، عدد الصق منها 10 مليون قطعه، كتير طبعا. فتعمل المتواجده مع كل الاغلبيه العمله دي على فكره. دي تعمل ممكن 30 جنيه 40 جنيه، ممكن توصل 50 جنيه ومعروضه على المواقع ب 60 جنيه و70 جنيه معاه، ومعروضه ب 80 جنيه و100 جنيه كمان معروضه. بس مين اللي يشتري ومين اللي ياخد ومين اللي يبيع؟ اعرض عملتك حلو ووصفها حلو وصورها حلو، هتلاقي 100 واحد ياخدها وتكون نظيفه وانصح، وتعمل اكتر من كده حسب حاله العمله وحسب السوق.